دجلة وحليب مع الدكتور لاذيلي منصر. مرحبا بكم أحبابنا المستمعين، أسعد الله صباحكم وبارك في الخير أعمالكم. لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي السير والروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا القول وهذا النصح ويعيد هذا التوجيه لأصحابه الكرام قبل وفاته وانتقاله بأيام قليلة. والحديث هنا عن حسن الظن بالله، وهذا في الحقيقة مبحث واسع شاسع، إذ ما معنى أن يحسن المؤمن الظن بالله، وكيف يحسن الظن بالله، وكيف لا يناقض حسن الظن بالله مسؤولية هذا المؤمن في العمل والكد وفي تزكية النفس ومجاهدة النفس، كيف لا يناقض حسن الظن بالله مبدأ العدل، فالله هو العادل وهو تعالى الآمر بالعدل. والحديث هنا في هذا المبحث الواسع الشاسع كما ذكرنا ليس حديث فصل أو حسم، وإنما قد يعتمد جزئيا وفقط للاستئناس. عندما لا يحسن المؤمن الظن بالله يجزع، وإذا جزع لم يتمنى لقاء ربه، والله تعالى لا يحب لقاء من لا يحب لقاءه. وهذا من معاني أن يموت المؤمن مطمئنا وبإحساس غامر قوي أنه إنما يلاقي ربا لطيفا رحيما وعادلا أيضا. لكن المؤمن لا يموت محسنا الظن بالله إلا إذا عاش حياته محسنا الظن بالله تعالى، إذ ليس متوقعا ولا منتظرا أن تتغير الأحاسيس والمشاعر ويتغير اليقين في لمح البصر. وإحسان الظن بالله لا يتوفر بقدر معقول إلا إذا قدم المؤمن بين يديه خيرا من عمل صالح وسلوك حسن. والحديث النبوي الشريف هنا لا يعلم المؤمنين كيف يموتون وكفى، لا، إنه يعلمهم كيف يحيون، كيف يعيشون الحياة الطيبة والضامنة لحسن الظن بالله، حسن الظن بالله حياة وعند الممات. بقي أنه من الطبيعي أن يكون المؤمن بحيرة، أن يحتار، فالله غيب ويوم الحساب غيب وموازين الله غيب، وليس بمقدور المؤمن أن يضمن غدا قريبا يظل فيه بعد إيمان ويفتن فيه بعد يقين. هذه الحيرة مسببة للخوف وللجزع. في مثل هذه المواقف تحديدا يحتاج المؤمن حسن الظن بالله، وهو منصوح به بنص هذا الحديث، منصوح بحسن الظن بالله من دون أن يأمن المؤمن مكرا يأتيه من نفسه، أو مكرا يوسوس به شيطان، أو مكر تدخله على الإنسان الدنيا أو حالات الدنيا التي لا تستقر. حسن الظن بالله من الاعتقاد واليقين أن رحمة الله وسعت كل شيء وأنها محيطة بكل الصفات الإلهية. صحيح الله عادل، صحيح أيضا أن الله لا يؤمن مكره، وصحيح أن الله يمحص ويبتلي، وصحيح أنه قوي وجبار ومنتقم، ولكن كل هذه الصفات لا تنفي رحمته المحيطة، فهي الصفة المهيمنة على كل الصفات. ومن يؤمن بهيمنة هذه الصفة، صفة الرحمة، لا يمكنه إلا أن يحسن الظن بخالقه، فإن لم يحسن فهو مقصر. حسن الظن بالله يفتح بابا واسعا للدعوة والتبشير بالإسلام وإخراجه للناس منقذا ومخلصا. كثير من الأديان تخرج وتعرف الإله جبارا قاسيا لا يرحم، وإله الإسلام بعيد وبعيد جدا عن هذه الصورة المنفرة والمقززة. والذين ينتشرون بين الناس قساة جبارين منتقمين لا يعبرون عن إله الإسلام، وإنما يعبرون عن شيطان نفوسهم، حتى وإن قرأوا لنا قرآنا وذكروا من الأحاديث. المشكلة معهم أنهم لا ينطلقون من جوهر الإسلام، وجوهر الإسلام هو الرحمة، رحمة لا حد لها ولا نهاية. تسأله في أمر خلافي فيسرع بالفتوى الحاسمة القاسمة، لا هذا حرام. تسأله هل يغفر الله لفلان، يجيبك لن يغفر له، وكأن الله عينه بوابا لمغفرته ورحمته. تقول له إن فلانا أخطأ ولعله يتوب، يقول لك نقيم عليه الحد. صورة الله في ذهنه أنه محرم وأنه موصد أبواب،
وأنه ينتشي بتعذيب الناس. وليس هذا من حسن الظن بالله تعالى، هذا من التطاول على رب الرحيم، وهذا من تحريف للإسلام، وهذا من حرمان الخلق من نعمة عظمى. وطبيعي، طبيعي جدا أن لا يحسن الناس الظن بمن يدعونهم إلى إله لا يحسنونهم الظن به ويصورونه للناس غولا لا يرحم. هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمن كيف يموت مطمئنا واثقا بأنه يلاقي ربا رحيما، ويعلم المؤمن كيف يحيا حياة طيبة ثقته في الله عالية. والأهم أن هذا الحديث يعلم المؤمن كيف يقدم دين الله للناس وكيف يحدثهم عن الله فيحبونه ويقتربون منه ولا ينفرون. حسن الظن بالله هنا ليس إهمالا للمسؤولية ولا زهدا في العمل والمجاهدة، وإنما هو حالة إيمانية ونفسية وسلوكية بالغة الفعل وبالغة التأثير. دمتم رحماء ودمتم مرحومين. دقلة وحليب مع الدكتور لذيذ منصر.